احيانا المشاهدين الكرام، المغتربون وصلوا الى ابعد مدى. مثلا فنلندا واحده من البلدان البعيده جدا عن الاخوه المغتربين، لكن ما شاء الله شبابنا قادر ان يصل لهذه المناطق الاكثر اهتماما والاكثر تواجدا في المحافل الدوليه، واصبح لهم تواجد واصبح لهم موطن قدم في هذه البلدان، وصنعوا بوجودهم حضورا كبيرا متميزا عربيا يمنيا اسمه اليمن العزيز والغالي. مباشرة معنا على الطرف الآخر الأخ الأستاذ عبد الحافظ الحاج من فنلندا هلسنكي، نتحدث عن حديث ذو شجون عن الاقتراب وعن الغربة وعن المغتربين اليمنيين في فنلندا. وأعرفكم ببطاقته التعريفية، وهو عضو المجلس الإقليمي لحكومة فنلندا، قدم نفسه للترشح العام الماضي وفاز، خريج بكالوريوس إدارة أعمال بجامعة صنعاء، عضو مستشار وممثل الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية في فنلندا، وهو مؤسس الجالية اليمنية، لديه شركة تجارية خاصة يعمل في هذا البلد منذ 2016. سفره قريب لكن اهتماماته كبيرة وعطاؤه كبير وحضوره كبير. مساء الخير أستاذ عبد الحافظ. مساكم الله بالخير والعافية والرضا والنعيم. الله يحفظك وأهلا وسهلا بك أخي الكريم، وأنا سعيد جدا اليوم بأن تتواصل بنا وأن نكون معا على هذا الخط. أستاذ عبد الحافظ، هل من السهولة أن يحصل مواطن عربي يمني وأن يصل إلى منصب كبير في الحكومة الفنلندية؟ أولاً أشكركم على الاستضافة في هذا البرنامج المتميز عبر الفضائية اليمنية، وشكر خاص للعزيز المتألق أستاذنا محمد المحمدي الذي يلامس هموم المغترب والمهاجر اليمني، وكذلك يلامس هموم اليمنيين في الداخل والخارج، وهذا يعتبر عمل عظيم في هذه الظروف الاستثنائية. بارك الله فيك يا أخي. ثانياً، من ناحية الوصول إلى مناصب في فنلندا، أولا دولة فنلندا معروفة هي دولة ديمقراطية من الطراز الأول، ودولة حقوقية في حقوق الإنسان من الطراز الأول، ودولة مساواة وعدل من الطراز الأول. وأولا وأخيرا، إذا أردت أن تكون في أي مكان ستكون، ما في شيء. كلام جميل. يعني إذا أردت أن تمثل نفسك وتصل إلى أعلى المراتب سواء في هذا البلد أو في غيره، يجب أن تكون أولا قادر وفاعل ومعطاء وإنسان. نعم، لأنه الفرصة متاحة، وفنلندا تتيح الفرص في شتى المجالات. تريد أن تكون ستكون في السياسة، في العمل، في الاجتماع، في كل شيء، في شتى مجال الحياة، في التجارة. إذا أردت أن تكون فتكون، لأنه الدولة تساعد وتعاضد وتدعم المهاجر بشكل عام بمساواة دون استثناء. لذلك نصل إن شاء الله. طيب أخ عبد، نصل إلى مراتب عليا. الله يحفظك عبد الحافظ. تجربته في الغربة قريبة من 2016، لكن حضور طيب ومشرف، واليوم نتحدث إليك حديث كممثل للجالية اليمنية في فنلندا، ومن ثم أيضا كمبدع وصلت إلى هذه المرتبة في الجانب السياسي. أخ عبد الحافظ، ما أدري كم عمر الجالية اليمنية في فنلندا؟ أسسنا جمعية اليمنيين في فنلندا أولا في عام 2017 مع كوكبة من الأصدقاء والأخوة الكرام. كانت في 2017، وبعدها كانت نوال الجالية اليمنية، والآن أمورنا ماشية، والجالية اليمنية في فنلندا ماشية. وتعرف أنت اليمنيين هاجروا إلى فنلندا مؤخرا، يعني 2015 وما فوق، لكن قبل ذلك كان موجود عوائل يمنية من التسعينات و2000 تقريبا، لكن يعدوا على عدد الأصابع قليل جدا جدا، ولكن كل اليمنيين اللي هاجروا بعد 2015. طيب الهجرة حديثة إلى فنلندا، ما أدري هل لديكم إحصائية كجالية يمنية في فنلندا أخي عبد الحافظ؟ هل لديكم إحصائية بالعدد لليمنيين الموجودين في هذه الدولة؟ أكيد لدينا إحصائية. طبعاً نحن من أصغر الجاليات العربية في فنلندا، ولكن جالية فعالة الحقيقة. لنا يعني صولات وجولات في المجتمع الفنلندي. عددنا يتراوح ما بين 1200-1300 شخص تقريباً. ولا تنسى أننا مغتربين مهاجرين جدد من 2015 وما فوق. صحيح. طيب أخ عبد الحافظ، نعم. ما أدري هؤلاء 1000 و500 تقريباً أعمالهم، هل هي في الجانب التعليمي التحصيل العلمي؟ أم لهم اهتمامات، وأنت واحد من هؤلاء الناس اللي لهم اهتمامات ولديك شركة تجارية خاصة؟ فنلندا تتيح لك الفرصة لجميع المجالات، أي نشاط تريد أن تمارسه، العمل التجاري أو التعليمي أو الأكاديمي مسموح ومفتوح. وأغلب اليمنيين هنا الوضع يختلف عن أي دولة أخرى. هنا لما تتقدم إلى اللجوء عندك 4 سنوات توطين، هي لغة ومهنة، تخرج إلى سوق العمل أو إلى سوق التعليم أو تروح الجامعات الأكاديمية، ما عندك مشكلة. لكن أغلب اليمنيين الموجودين الآن في فنلندا، طبعا قليل منهم طلاب، نسبة بسيطة طلاب، ولكن أغلب المهاجرين الآن مندمجين في اللغة الفنلندية وفي الدراسات، دراسات الجامعية والدراسات العليا وفي المهن كذلك.
ممتاز، أتمنى لكم كل الخير أخ عبد الحافظ. والله وأنا نعم. سعيد جدا بأنه لدينا إخوة يمنيين موجودين في أطراف نعم. أطراف الدنيا، وهذه فنلندا واحدة من عوالم الهجرة للإخوة المغتربين. تركتم أثرا جميلا وطيبا، وأنت خير من يمثل اليمنيين واليمن نعم. العزيز في هذا البلد. أتمنى لك كل الخير وإن شاء الله أنك تصل إلى مراتب سياسية أعلى وأعلى. أشكرك أخ عبد الحافظ الحاجي. كان هناك هذا البلد الفنلندي هو للسنة الخامسة على التوالي بلد السعادة، البلد السعيد على التوالي في العالم تقريبا. وأنت واحد من هؤلاء السعداء يا أخ عبد الحافظ. تقدمنا الانتخابات وترشحنا وأخذنا المجلس وأخذنا المقعد في فترة وجيزة وقصيرة، وكان في دعم من السلطات ومن الأحزاب الفنلندية، وتريد أن تكون ستكون وسنصل إلى مراتب عليا في المستقبل إن شاء الله. أتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله في برنامجنا سنرعاكم دائما وأبدا من خلال تواصلنا بحضراتكم. الأخ عبد الحافظ الحاج من فنلندا هلسنكي، متحدثا إلينا عن غربتهم وعن أحوال مغتربين. لكم مني خالص الأمنيات. أتوجه بالتحية والتقدير للأخ الأستاذ علي المعمري وكيل وزارة الشؤون المغتربين لقطاع الجاليات على رعايته ومحبته لبرنامجنا واهتمامه بهذه التفاصيل وهذه الفقرة بالذات، اهتمامه الكبير.